ده بيحصل لما، عشان كده انا قلت انا عارف انه هيتقال انت بتفتح بوابات الجحيم يا عم يوسف، عاوز الستات يحصلوا على جانب من ثروه الزوج. ما هو انا بقعد افكر بصوت عالي، ورزقي ورزقك على الله بقى. النهارده واحده ست جوزت الراجل ده 5 ولا 10 ولا 20 سنة وخلفت ناس زي الفل، وربت وكبرت وعملت اللي عليها تلت ومتلت، وكانت صالحه الى ابعد الحدود. هذا الرجل لاي سبب، انا مش هظلمه دلوقتي يعني، قهرها اكبر قهر، فيقول لها خلاص طالق وروحي على بيتكم. هو فين البيت؟ مفيش. فين الشغل؟ مفيش. اشتغلش. كانت عايشه على اساس ان هذا الرجل هو ضل راجل ولا ضل عيل، فهي كده خلاص في حاله من حالات العزله. صحيح. ومعهاش سلاح تواجه بيه الحياه، تعمل ايه؟ اما ان الاوان ان احنا في ظل القانون المتوازن ندي لها حته من حقها. بص صدقت القول، ودي أزمة لازم ما نحطش راسنا في الرمل فيها، برغم أن هي طبعا إحنا لن نخرج قانون لا يتم عرضه على الأزهر الشريف ولا طبعاً نخالف الشريعة الإسلامية في أي وضع من الأوضاع، ولكن هناك عناصر أخرى داخل هذا القانون ممكن نتكلم فيها. لما قلت لك القانون السابق عفى عليه الزمن، عقد الزواج ألا يجوز أنه هو يكون اتفاق بيني وبينك، ويكون هذا الاتفاق فيه بنود تعطيني حقي لو أهجرتني بعد 25 سنة وأصبحت لديك مالية معينة؟ يجوز في عقد الزواج، لأنه عقد، وهذا العقد هو عقد شريعة المتعاقدين بما فيه. هنا أقدر في هذا العقد نبتدي نحط بنود، ولكن يكون في متخصصين يقدروا يقولوا، عشان ما نخرجش على حيز يخرج علينا ناس تانية يقول لك ده بدأوا يتلاعبوا في أشياء معينة ما ينفعش يتلاعبوا فيها، إلا أن هناك بعض البنود اللي لازم تدرس. هل تعلم أن تعريف الزواج ليس موجود في القانون السابق؟ التعريف نفسه في آليات وكيفية الزواج وعقد الزواج فيها يكون عبارة عن إيه بالظبط مش موجود في القانون السابق برغم المتغيرات، وعشان كده ظهر عليك بعض مسميات الجواز اللي أنا أعلم بدأت تظهر علينا من أماكن أخرى، مش عايز أقول بلدان أخرى، ولكن مش هنتكلم زي الميسار وقال لك حلال حلال حلال. أنا وضعت لنفسي قانون أحوال شخصية، لازم أعرف يعني إيه الزواج، وأعرف اللي ليه واللي ليك واللي عليا واللي عليك، لازم يعرف فيه حتة عقد الزواج. سريعا برضو حضرتك سألت سؤال وده مهم قوي، أنا معاك إن لازم في العقد ده يوضع فيه بعض الالتزامات على الرجل إذا طلق الزوجة بعد 25 سنة أو 20 سنة وتضخمت ثروته لوضع معين، لأنها كانت شريك أساسي في هذا الثمار اللي طبعا هو أصبح فيها، هي شاركت في صناعته، توفير لها مسكن يليق بيها بعد السن ده، توفير لها معاش تقدر تعيش فيه بعد السن ده، ده في العقد يا فندم، في العقد لازم يوضع في بنود العقد بعض البنود اللي تحمي المرأة من غدر السنين وغدر بعض الشخصيات اللي بتبقى ما عندهاش ضمير في التعامل وفي وديو. على فكرة أنا أحييكي على الجزء الخاص بالبيت، وحضرتك لو خارج من بيت معلمك يعني إيه حق ويعني إيه قرآن ويعني إيه أخلاق، عمرك لا هتهين أبنائك ولا هتهين المرأة اللي عاشت معاك سنوات من العمر تحت سقف واحد قصاد العناد وتدخلها محاكم، وأولادك يحسوا بالقهر النفسي اللي هم هيحسوه. فده جزء مهم جدا لازم نحط عليه دايرة كبيرة جدا. ثانيا حضرتك قلت لي آليات إثبات الدخل، لو جينا نتكلم على آليات إثبات الدخل، في القانون الحالي آليات إثبات الدخل موجودة، ولكن التلاعبات اللي بتحصل فيه، ممكن أخد قرض على فكرة النهاردة ناو، وأنا أنت جاي تحصر لي الدخل بتاعي، المحامي بتاعي راح أخد إذن من المحكمة بيقول فهيطلع الورق أن الراجل أخد قرضه عليه التزام وعليه التزام يروح هو مسدده بعد بكرة. بالظبط، مفيش ضمير، فلازم يتحط. ما احنا أصبح هو بالقانون ماشي صح، هو صح، لكن أصبح غير كده. لو أنا تاجر بقفل السجل بتاعي لفترة معينة، لو أنا بشتغل في الجانب الحكومي أخد بعض البنود والخصومات والحاجات، وده تلاعبات. لازم البنود القانون في المادة دي، أقدر أعمل التعديلات وفقا للمتغير اللي حصل في المجتمع. أصبح عندي قدرة أن أنا ألعب في الداتابيس وغير شرايح مرتبي بالكامل، وانا بطبع لك اطباعها وممكن تبقى مزوره لكن ما تثبتش انها مزوره، حتى لو سليمه هيطلع البتاع بالاساسي مش بالمتغير، مش بالأساسي والبدلات والمش التحول الرقمي
هيكون عنصر أساسي لو الدولة كلها اجتمعت إن احنا نخلص الفكر اللي هو ماشي بيه الدولة في السرعة اللي احنا شغالين بيها. أقدر مجرد ما تترفع الدعوة ومجرد ما يبتدي يذكر اسم الراجل أبتدي أشوف دخله قد إيه، أي يوم حصل هذا التلاعب في هذا المستند، أو خد القرض يوم، معنى أنه خد القرض بعد الطلاق بشهرين المحامي قال له، معنى ذلك أنه ده في نية ان هو يتلاعب في مستوى الدخل، فابدا اشك. لكن ده مش اخليه ياخد قرار، بس افضل متابعه متابعه اركز معاه بالظبط. طيب